بسرعة كي نسترجعوا لاعبين الفريق الاتحاد بن الخميسات. كرة طويلة، طريقة جميلة، هذه محاولة لفائدة فريق الاتحاد بن الخميسات. زيدان، هدف جميل لفائدة فريق الاتحاد الزموري للخميسات، والمسجل هو اللاعب محمد جواد. محمد جواد طريقة جميلة باش سجل الهدف، ولا أجمل ولا أروع، يعني هدف يمكن نعتبره واحد من أجمل الأهداف اللي يمكن غادي تسجلوا في الدوري الاحترافي وفي بداية هذا الشطر الاحتراف، الشطر الثاني من الدوري الاحترافي. لاحظوا مرة أخرى تمريرة، طريقة جميلة باش وضع الكرة كوليبالي، ومحمد جواد بالصدر ما خلاش الكرة تسقط الأرض، كيوضع الكرة في مرمى الحارس ياسين الحواصلي بهذه الطريقة من زاوية أخرى. أكيد لجمالية الهدف غادي نتابعوه من زوايا متعددة. محمد جواد كيضيف الهدف الثاني. لاحظوا كوليبالي عطى الكرة ما طاحتش الكرة الأرض، يعني الطريقة ديال اللاعبين يعني الحريفية بهذا المفهوم. لاحظوا طريقة جميلة، خذ الكرة بالصدر كيستسدد بالرجل اليمنى، كيوضع الكرة أعتقد لا ياسر الحواصلي ولا حارس آخر بإمكانه أنه يعني منع هذه الكرة من معانقة الشباك. إذا 2-0 للاتحاد الزموري.